قضية فيها شوية ديال السذاجة من قبل الناس اللي كيتنصب عليهم، وفيها شوية ديال الذكاء من قبل النصابات. علاش كنقول نصابات؟ لأنه فتيات هن اللواتي يقومن بهذه العملية ديال النصب والاحتيال. فعبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي كيتم التعارف ما بين ولاد وبنات، كيتعارفوا بعضياتهم، فين كتسكن، كنسكن هنا، شنو كتعمل، شنو كتعملي، المهم، وكتبقى الدردشه اليوم غدا اليوم غدا، كيتفقوا انهم يتلاقاو ويتعرفوا على بعضياتهم عن قرب. هذا واقع كاين في المجتمع ديالنا شئنا ام ابينا. ف كتقول لهم تلاقاو، كيقول لها فين، كتختار طبعا هي المكان، هي اللي كتختار المكان وعارفه بالضبط علاش غادا تختار هذاك المكان بعينه. كتقول له انا غادي نجي، راه غتجيبني صاحبتي. كتجي، كيجي الشخص بالفعل، كتلاقى معاه، كيبقاو كيهضروا، كيحاول يتعرف عليها اكثر، كتحاول انها تتعرف عليه اكثر. فواحد اللحظه كتشوف التليفون ديالها، كتقول له خصني نعيط على صاحبتي ضروري، وكتختار شي سبب، خصني نعيط ليها باش نقول لها تمشي عند ماما تقول لها راها معايا، او نعيط ليها باش نقول لها الا سولاتك ماما قول لها راني معاك. المهم كتخترق كتخترع واحد السبب. كتجي تعيط من التليفون ديالها، كتقول له ما عنديش الصولد، او التليفون غادي يدي شارجة، واش ممكن تعطيني التليفون ديالك نعيط به. كيعطيها التليفون ديالو، تعرفوا في ديك المرحلة اللي بغات كاين، كيعطيها التليفون ديالو، كتقبطو، كتكومبوزي الرقم، وكتهضر بالفعل مع صاحبتها. صاحبتها كتقول لها، وهي هادشي طبعا كتبلغ الرسالة لهذاك اللي حداها بطريقتها، كتقول لها صاحبتها انا راني باقا غير حداك، كتقول لها انت باقا غير حدايا، عرفتي اجي اجي عندي، عافاك بغيت نقول لك شي حاجه مهمه، اجي اجي. كتقول لها انا حداك، انا نبان لك في الطوموبيل. كتجي صاحبتها بالفعل كتبان بالطوموبيل، كتمشي كتحرك في الاتجاه ديالها. وطبعا صاحبنا اللي عاطي التليفون بالنسبه له الامور كلها عاديه، البنت اللي كيتعرف عليها وكيتخيل فين غادي يوصل معاها، كتهضر في التليفون ديالو مع صاحبتها وراجعه، ويمكن كيبدا يدير سيناريوهات، هذيك صاحبتها يمكن تجي وتلاقى مع صاحبه، المهم هو كيدير السيناريو اللي بغى. كتمشي كتبدا تهضر مع صاحبتها من الشرجم ديال الطوموبيل، كدور من الباب، كتركف في الطوموبيل، وصاحبتها كتكسيري وكتمشي في حالتها، وكيديو للسيد التليفون ديالو. بهذه الطريقه تعملات الاكثر من شخص، فطريقة في نفس الوقت ذكية ساذجة من قبل الشخص اللي كيتنصب عليه، ولكن كيمشي فيها تليفون. وفي غالب الأحيان صاحبنا راه كيخصو يبان بشي تليفون مزيان، كتكون هذيك آخر مكالمة وآخر شوفة ديال الفتاة وديال التليفون. حضيو راسكم.